استايد البرايمر ادينوكارسينوما اوف ذا اندوماتريوم هو كارسينوما، ونشوف هنا هذا بالاندوماتريوم، هذا هنا نورمال جلانز، نشوف هنا هذا نورمال تيشو، هنا هذا منطقه صغيره هنا فوق، وهذا هنا هو الكارسينوما اللي نشوف به الجلانز من باك تو باك ابييرنس، يعني متصاعد واحده قريبه على الثانيه. نشوف الجلانز هنا الرجلر ويعني اللارج ومنتشره بكل مكان، وتكون فيلد وذ نيكروتيك ماتيريال. هسه نسوي زوم، هاي الجلانز هنا اشوفها دايليتد وانلارج وباك تو باك ابييرنس متصله واحده بالثانيه، ونشوف انه هي فيلد وذ نيكروتيك ماتيريال، واللاينج مالتها هي مالجنت كولمينر ابيثيليوم. نسوي بعد زوم على واحده من الجلانز حتى نشوف اللاينج مالتها، هذا اللاينج هنا مالجنت كولمينر ابيثيليوم. اي وبي سالي الاتيبيون هي كارسينوما. هسه نسوي مراجعه، هسه هنا نسوي مراجعه سريعه للسلايد، نشوف انه هاي المنطقه هي هنا هي النورمال، نورمال جلانس نشوف يعني مبتعده واحده عن الثانيه، وهنا نشوف هنا الستروما تكون سكانتي يعني السيلز مالتها قليله، ونشوف بيها اتيبي، نشوف الجلاندات هنا دايليتد وانلارج متوسعة وفيلد بالنيكروتيك ماتيريال، ونلاقي مالتها مالجننت كولمينر ابيثيليوم وذ سيلولار اتيبي. هذا استاد البناي النون اتيبيكال هايبربلاسيا او الاندوماتريوم، نشوف به هنا يعني الليجن هذا يكون ديفيوز بكل مكان. اول شيء راح يميزنا هذا السلايد هي هاي السيستيك دايليتد جلاندز تكون ديفيوز منتشره بكل مكان، كلها سيستيك دايليتد جلاندز، جابوها على لو باور هسه. ونشوف الستروما هنا تكون سيلولار وشو يعني ساينز اوف مايتوتيك اكتيفيتي، وهنا بهذا الاستاد هو بناين يعني نون اتيبيكال، فما نشوف سيتولوجيكال اتيبي بهذا الاستاد. بس نسوي زوم على واحد من الجلاندات حتى نشوف اللايننج مالتها، هاي واحد من السيستيك دايليتد جلاندز، نشوف يعني الابيثيليوم مالتها، نشوف الابيثيليوم مال السيستيك دايليتد جلاندز، نشوفها هنا يعني يكون كولمينر ابيثيليوم بناين كولمينر ابيثيليوم، ونشوف بي سودو ستراتيفيكيشن، ممكن نشوف بي هاي هنا هذا اللاينينج سودو ستراتيفيكيشن. هاي الستروما نشوفها يعني سيلولر بها هواي خلايا وشو ساينز اوف مايتوسيس. هسه نسوي مراجعه سريعه على هذا السلايد، نسوي مراجعة سريعة على هذا السلايد، هو بناين نون اتيبيكال هايبربلازيا اوف ذا اندوماتريوم، نشوف ديفيوز ليجن، هاي الجلاندات منتشرة بكل مكان، والهاي سيستيك دايركت جلاندز، يعني اللايننج مالتها بناين كولمينر ابيثيليوم وبي سودو ستراتيفيكيشن. الستروما مميزات انه هي سيلولار وبيها ساينز اوف مايتوتيك اكتيفيتي، وهنا ماكو بهذا السلايد يعني هو بناين فماكو سيتولوجيكال اتيبي. هذا سلايد الهيتاتي فورمول الموجود بالبلاسنتا، نشوف بيه سلايد فارغ، هو كلش فارغ، بس نشوف بيه هاي الهيدروفيك دايليتد كوريونيك فيلاي، هاي هنا واحدة واضحة، بس هي هاي نشوفها منتشرة بالسلايد، أهم هنا أنا، هاي كلها كوريونيك فيلاي. نجي على واحدة من ذوي الكوريونيك فيلاي نشرح عليها، متكونة من لوس كونكتيف تيشو كور، هذا هنا لوس كونكتيف تيشو كور بالنص، وهذا محاط ب سادة تروفوبلاست، وهذا محاط بسادة تروفوبلاست، وسادة تروفوبلاست يعني يكون للداخل، وللخارج اكو سينكو تروفوبلاست، وهذا اللوس كونكتيف تيشو محاط ب سادة تروفوبلاست، سادة تروفوبلاست هذا محاط ب سنسيشو تروفوبلاست يكون على الاوتر لاير. السنسيشو تروفوبلاست اللي على الاوتر لاير مرات يصير بيه نوديولز يعني من اللارج مالت اكثر، بس النوديوز يطلع لي برا. سوي زوم هنا، هذا اللوس كونكتد تيشو كور، هاي اللايننج مالته هنا، السايتو تروفوبلاست والسينكو تروفوبلاست.